السلام عليكم ورحمة الله، من برنامج اللياقة البدنية والتخسيس. اليوم 25. اليوم ان شاء الله هيكون يوم مختلف جدا، هنعمل فيه كذا حاجة مع بعض. اول حاجة هنبدأها بتمرين الحبل. هسخن، هعمل وارم اب بتمرين الحبل التقيل. زي ما انتم شايفين كده هيكون بالتبادل نفس الجلسة اللي انا جالسها دي. على قد ما اقدر ممكن اعمل 10 عدات، 20 عدة، 50 عدة، على قد ما اقدر اشتغل تمام. بس كبداية ممكن اعمل 10 عدات اللي بالتبادل و10 عدات مع بعض، ممكن اعمله مجموعة او مجموعتين زي بنفس الوضعية اللي انا بعملها دي. دي افضل وضعية تقدر تشتغل منها وتستفيد منها الجسم كله ان شاء الله. بعد كده عندنا مفاجأة اليوم، بعد التمارين الجماعية معانا أبو فيصل وأبو عبد الله برضو، ومعانا منصور ومعانا مبارك. هنشتغل بعد التمارين البسيطة اللي نقدر نشتغلها مع بعض. طبعا مش هتفرق الأوزان دي كلها، يقدر كل الأوزان أو الناس اللي مبتدئة معانا من أول البرنامج إن تقدر تشتغلها معانا بكل بساطة. ممكن إحنا نكون شغالين مع بعض، بس الهدف اللي أنا بقول لك يعني إن إحنا اللياقة ملهاش عمر، ملهاش وزن. اللياقة البدنية أهم حاجة، اللياقة القلبية كبداية، وبعد كده اللياقة البدنية. شوية شوية مع بعض هنعمل كل التمارين وإن شاء الله راح نوصل للهدف اللي إحنا عايزينه. أهم حاجة البداية، البداية هي المفروض اللي هي الانطلاقة. أول تمرين إحنا بنعمله كان الجامب جاك، وبعد كده هيكون التمرين التاني بإيدي اليسار بلمس كعب رجلي اليمين، والعكس هعمله برضو إن شاء الله هيكون مجموعتين في 20 عدة، مو جامب جاك برضو مجموعتين في 20 عدة مع بعض زي ما إحنا شغالين. عندنا التمرين التاني السكوات، هنزل واطلع. طبعا رجلي الاثنين اوسع من كتفي الاثنين. هعمل 10 عدات 4 مجموعات. السكوات من التمرينات المهمة جدا يا جماعة في تمرين الرجلين. بعد كده هعمل استرتش خفيف بعد ما اعمل السكوات. بعد كده التمرين الثالث هيكون معانا الجامب مع فرد رجلي اليمنى مع ايدي اليسرى، هيلمسوا بعض. برضو هعمل 12 عدة في 4 مجموعات. بعد كل مجموعة مجموعة اخد نفس، يعني انا بس 10 ثواني زي ما اتفقنا بكده، زي ما احنا مستمرين من بداية البرنامج. عندنا التمرين الثالث طبعا هيكون معايا انا المرة دي، كوعي اليمين مع كوعي مع ركبتي اليسار، معنا ابو عبد الله طبعا بيحيي. هعمل التمرين ده 20 عدة 3 مجموعات. عندنا التمرين بعد كده مع الجامب، هلمس كعب رجليا بايدي اليسار مع اليمين والعكس اليمين مع اليسار، هعمل برضو 20 في 3 مجموعات. بعد كده هنعمل استرتش خفيف في المكان، ومعانا تمرين بطن. اول تمرين معايا هفرد ايديا الاثنين وهو ملمس كعب رجلي، هعمل 12 عده في 4 مجموعات. بعد كده هعمل تويست، كوي اليمين يلمس ركبتي اليسار والعكس، هعمل برضو 4 مجموعات في 12 عدة. بعد كده احط ايدي الاثنين على الارض وهعمل سيكل، هجلس اكني جالس على الارض عادي وهعمل تمرين سيكل وانا رافع ظهري. هعمل 20 عدة واثبت 5، هكرر التمرين 3 مجموعات. وبعد كده هفرد ايديا الاثنين وظهري يلمس الارض وايديا تلمس الارض، الاثنين مع رجلي اليمين ومره مع رجلي اليسار بالتبادل. هعمل 10 عدات 3 مجموعات. بعد كده هعمل استرتش الكوبرا وسط الارض، هعد 10 وفي الخلف 10 وفي الامام والخلف 10. بعد كده هشبك رجولي واعمل بوش اب ضغط من الوضع السهل، هعمل 12 عدة 3 مجموعات. وهعمل تمرين تسلق الجبال، هعمل برضو 20 عدة في 3 مجموعات.
او ممكن اعمل 12 برضو في 4، 20 في 3 او 4 في 12. بعد كده هعمل استريتش، هلمس بايديا، هلمس كعب رجلي مره باليمين مره باليسار. بعد كده هفرد الصدر لفوق وانا ماسك كعب رجلي الاثنين. واخر شيء تمرين السوبرمان، يمين مع يسار يسار مع يمين، هعمل 3 مجموعات في 12. كده انتهينا من برنامج اليوم 25. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتعليقاتك لتطوير المحتوى والقناة.